الوحدة القاتلة، مشاهير يواجهون مصير هيثم أحمد زكي. الوحدة أولى الخطوات المؤدية إلى الاكتئاب، فهي وحش يلتهم حياة الشخص ويحولها إلى جحيم من العزلة والانسحاب، وربما تدفعه إلى الانتحار. وقد تتسبب الوحدة في أن تجعل الشخص يموت في صمت حزين، مثلما حدث مع الفنان الشاب هيثم أحمد زكي الذي توفي الخميس 7 نوفمبر من عام 2019 في ريعان شبابه، بعدما عانى الوحدة كثيرا وتجرع ألام فقدان الأحباء واحدا تلو الآخر. رغم كون حالة هيثم أحمد زكي هي الأبرز، إلا أنها ليست الوحيدة، فهناك الكثير من الفنانين يعيشون خارج دائرة الضوء بعدما هجرتهم الأضواء. ونستعرض في التقرير التالي أبرز النجوم والفنانين الذين يعانون من الوحدة. ليلى طاهر، بالرغم من كثرة زيجاتها إلا أنها تعاني الوحدة، فقد تزوجت 6 مرات. الأولى كانت في سن 18 عندما تزوجت من رجل الأعمال محمد الشربيني الذي أنجبت منه ابنها الوحيد أحمد، وحدث طلاق بسبب رفضه عملها في مجال الفن والتمثيل. وكانت الزيجة الثانية من المنتج والمخرج حسين فوزي، وهذا الزواج لم يستمر مدة طويلة، وبعد انفصالها تزوجت للمرة الثالثة من الكاتب نبيل عصمت، لم يستمر الزواج أكثر من عام، وبعد انفصالها تزوجت من الفنان يوسف شعبان، وكان الزوج الرابع، ولكن انفصل 3 مرات خلال زواجهما الذي استمر 4 سنوات. وأخيرا تزوجت الفنانة ليلى طاهر من الموسيقار خالد الأمير، وكان زواجا ناجحا واستمر 10 سنوات من عام 1981، ولكن تم الانفصال، وتلقت 50 عرضا للزواج بعد انفصالها الأخير، ولكنها رفضتها جميعا وقررت التفرغ للفن. نبيل عبيد، رغم زواجها 3 مرات لم تنجب نبيل عبيد أي أطفال، فقد رفضت فكرة الإنجاب متجاهلة نصيحة والدتها، بل انشغلت في الفن إلى أن انتهى بها المطاف وحيدة. نادية الجندي، بالرغم من أن الفنانة نادية الجندي تزوجت 2 مرات، الأولى من النجم عماد حمدي وأنجبت منه ابنها الوحيد هشام، وبعدها تزوجت من المنتج محمد مختار وانفصلت عنه في عام 1995، إلا أنها تعيش حاليا وحدها. نادية لطفي، تزوجت النجمة نادية لطفي 3 مرات، أولهم في سن 20 من ابن الجيران الضابط البحري عادل البشري ووالد ابنها الوحيد أحمد، والثانية من المهندس إبراهيم صادق شفيق، والثالثة من محمد صبري، إلى أن انتهى بها المطاف إلى الوحدة أيضاً.